عن الصادق عليه السلام قال: إذا كان يوم القيامة زفت 4 أيام إلى الله عز وجل كما تزف العروس إلى حذرها، يوم الفطر ويوم عيد الأضحى ويوم الجمعة ويوم غديرهم. وعن الباقر عليه السلام أنه قال: إذا كان أول يوم من شهر شوال نادى مناد: أيها المؤمنون اغدوا إلى جوائزكم. ثم قال: يا جابر، جوائز الله ليست كجوائز هؤلاء الملوك. ثم قال: هو يوم الجوائز، إذا بتقابل ملك الملوك بتستلم جائزتك، استاهل تكشخ ليه. عن النبي الأكرم أنه قال صلى الله عليه وآله: إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده. متباركين بعيد الفطر المبارك. وصلنا إلى نهاية حلقاتنا مع حلقات كنوز رمضانية. شكرا لكل الداعمين وكل المشاركين وكل الرعاة، والسحب اليوم على الصلوات في الكومنتات من راعي الحلقة.